ايه الاحساسي من قلبي المرأة في متاعي. قلبك شقوق المرأة متاعي علاش المرأة شبيك انت المرأة ما تفهمنيش ما نمشيش بيناتنا تليق تليق علاش تليق بينات ما تصب لي في والدي مع والدي ما هو كي واحد يغلط واحد يسايس و يحاول يحاضي ويعدي زادة بون سبب الوالدين لا الحق بتاع ربي تسب في انا تسب في والدي وتقول لي مش كراجل تو انسان معنا تحلى تقول مش راجل هاي الكلام اللي تقول علاش تقول لك مش راجل؟ تقول لي مش كراجل علاش؟ انا في معنى اكبر مني واحترمتها وقدرتها علاش تقول لك في الكلام هذا؟ لا نحب نعرف معناتها علاش؟ يا وليد نعم علاش تقول لك في الكلام هذا؟ عارفش